الهدف متاعي كان في أوروبا لكل مرأة عربية، خاصة أنا بالحجاب، دونك كنت نواكب أي حدث أوروبي علشان أغير النظرة للمرأة العربية المتحجبة خاصة. دونك هم واخذين النظرة العربية المرأة المتحجبة أن هي ست بيت وما بتخرجش وما بتعملش ولا شيء، وهذا من 2004 وأنا أحارب في الشيء، حتى الحمد لله وصلت لمكانتي. وكل سنة المهرجان كان ما كل سنة إضافة لي المهرجان كان علشان أواكب الحدث لل جي بريزونت لا فام، المرأة الفرنسي البلد الفرنسي لل مع المرأة العربية الأوروبي خاصة الفرنسي. أنا نحكي يلبس السامبل البسيط جدا 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 في اللباس، والمرأة العربية بعامة دايما هي حاسة نفسها أنها أميرة وملكة، صح، في لباسها، في أناقتها، في التطريز، في كل شيء. لكن الحين أوروبا واكبت أن المرأة العربية عندها اهتمام كبير جدا جدا في الأزياء، وهي رايدة تكون كالمرأة العربية الأوروبية، صارت تكون كالمرأة العربية. وعندي كثير زبائن أوروبيين يطلبوا مني التطريز والفساتين الطويلة، معناتها الشيء فيه لمسة عربية. إذن مو احنا اللي رحنا للموضة الأوروبية، هم اللي جونا خاطر الموضة العربية كمرأة عربية فيها لمسة ملوكية. Je fais cette collection de robes, معناتها تحضرت الأزياء اللي حضرتها هي تشكيلة ما بين الأوروبا والبلدان العربية. Je fais la simplicité، معناتها الأناقة البساطة في الفستان، والتطريز زيادة تطريز باليد في الفساتين، يعني هذا ميلونج، معناتها ميكست انتخل البلد الأوروبي والبلد العربي. وخاصة ركزت على التطريز الأسبانيوري، فيه كثير أنليو، مش معناتها فيه مش تشارك ما بين العرب وإسبانيا في التطريز في الموضة، معناتها تقريبا شبه البعض. الألوان حضرت كل الألوان، ما عملتش لا كوليكسيون برون، معناتها غامقة، عملت الألوان الفاتحة، أحمر، الأخضر، الألوان الفاتحة كبلدان العربية، لأن الأوروبي يلبس كثير الغامق، الأسود، الجري، الألوان اللي تكون غامقة أكثر. والحين أنا عملت الكوليكسيون الألوان الفاتحة، الأناقة والتطريز في نفس الوقت.